توجه مرة أخرى إلى مصطفى ميزار من نيوجيرسي. مصطفى، كما تابعت معنا عمرو عبد المجيد من بنسلفانيا، قال إن الفرز تم حتى الآن بنسبة ضئيلة 5% من الأصوات، فبالتالي مؤشرات التقدم هي مؤشرات وهمية ليست حقيقية لصالح كامالا هاريس، فلا نعلم حتى الآن. ما زالت الولاية ولاية مهمة وتشهد تنافسا شديدا. نرجع إلى نيوجيرسي، مصطفى ميزار، في ما أهم القضايا التي يعني تتحكم في تصويت الناخب هناك، بما أنه مثلا الحضر والريف في بنسلفانيا كان له تأثير في نيوجيرسي، ما هو العوامل الرئيسية المتحكمة في التصويت في هذه الولاية؟ يعني كل ما ذكره عمرو يا إلهام هو بالفعل حقيقة واقعة على أرض الواقع. بالفعل لم يستطع أحد أن يجزم يعني انتهاء عملية الفرز، ولكنه ربما يكون فرزا وهميا حتى هذه اللحظة. لكن إذا عدنا بالحديث عن فكرة القضايا التي شغلت وجعلت المواطن في نيوجيرسي يتحرك سواء في الريف أو في الحضر، أعلمك فقط إلهام أن يعني كثير من الأعضاء يعني أبناء الجالية المصرية والعربية تتركز في نيوجيرسي بشكل كبير للغاية. هنا في نيوجيرسي الأصوات كثير منها ذهب لصالح ترامب، كما قلت وأؤكد دائما أن ترامب ربما يكون صادما في أحاديثه وفي وعوده وفي تصريحاته، لكنه صادق. هم عهدوا عليه الصدق دائما وأبدا، وقالوا إذا تحدث حتما سيكون صادقا في حديثه. وعد العرب والمسلمين ووعد الجاليات العربية هنا أنه قادر على إنهاء الحرب مباشرة في الشرق الأوسط، في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي ليبيا وفي كل مكان. وعد كذلك بوقف حالة الانهيار. مصطفى، وأنت تتحدث معنا الآن يعني جاءت الأخبار بأنه كامالا هاريس حسمت ولاية نيوجيرسي لصالحها، إذن نيوجيرسي ولاية ديمقراطية. تفضل. نعم نعم، فالقضايا التي طرحت إلهام هي قضايا حقيقية وقضايا ملحة وقضايا آنية وقضايا لا يمكن الاستغناء عنها. يعني هذه القضايا هي التي أثرت وجعلت من يخرجون في التصويت في هذه الانتخابات. لكن كما قلت أنه لا يمكن لمراكز استطلاع الرأي أو لا يمكن للباحثين أو لما لأي كان أن يؤكد فكرة نجاح الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري حتى هذه اللحظة. متبقي ما زال هناك الأصوات التي يعني تم التصويت في الانتخاب المبكر لم تحسم بعد، بالإضافة إلى أنه هناك التصويت بالبريد لم يحسم بعد أيضا. كل هذا يتم بعد انتهاء اليوم مباشرة، وربما يمتد لأسبوع أو أكثر من أسبوع عملية الفرز. وعملية الفرز هذه تنقسم لشقين، الشق الأول متعلق إلهام بفكرة التصويت المباشر والحر من المواطن ومن الناخب الأمريكي مباشرة، ونعود فيه لفكرة المجمع الانتخابي. وحصلت قبل ذلك أن أحد المرشحين فاز بالانتخابات وأعلن فوزه من قبل التصويت المباشر، لكن المجمع الانتخابي كان له رأي آخر وحسمت الانتخابات. طب مصطفى ميزار، سوف نتواصل معك بالتأكيد على مدار اليوم لمتابعة هذه العملية التصويتية لديك. أشكرك شكرا جزيلا مصطفى ميزار، موفد التلفزيون المصري في نيوجيرسي، والشكر موصول أيضا لعمرو عبد المجيد مراسل التلفزيون المصري إلى بنسلفانيا.